ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. والبداية من تكريت، حيث استقبل محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق علي رضا والوفد المرافق له، وذلك بحضور النائب خالد دراجي عضو مجلس النواب وعمار حكمة النائب الفني للمحافظ وأمجد طلمس مدير عام التربية وممثلو مكاتب المنظمة العالمية في المحافظة لمناقشة خطط المحافظة لتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية في تنفيذ المشاريع المستقبلية لدعم قطاعات التربية والزراعة والموارد المائية وآلية دعم استقرار الأسر النازحة التي تم إعادتها لمناطقها الأصلية. واستعرض المحافظ الواقع الفعلي الذي تحتاجه الوحدات الإدارية من مشاريع البنى التحتية بمختلف القطاعات، ومنها ضرورة توفير المعدات التكنولوجية الحديثة للفلاحين لزيادة وتحسين نوعية الإنتاج ودعم مشاريع تنمية الثروة الحيوانية ووسائل مقاومة التغير المناخي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه زيارة مهمة، زيارة السيد ممثل الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي لمحافظة صلاح الدين. هاي المنظمة احنا عملنا معها منذ سنوات، وكانت مهتمة جدا بالنازحين خصوصا من أبناء محافظة صلاح الدين في مناطق النزوح بالإقليم أو في كركوك أو حتى المناطق الأخرى، أو حتى بعد عودة النازحين إلى مناطقنا كان هناك اهتمام خاص بالنازحين والعائدين. هذا جانب. الجانب الآخر اليوم هم زيارتهم تتلخص بشون نقدر نتعاون سوية إدارة المحافظة مع البرنامج العالمي، برنامج الغذاء العالمي، على إعادة النازحين وتوطينهم مرة أخرى وإعادة البنى التحتية للزراعة في المناطق اللي مناطق النازحين واللي دمرتها الحرب. وأيضا يعني هم يبدون مهتمين ويبدون يساعدون محافظة صلاح الدين. قدمنا لهم احنا شرح مفصل عن ما حصل خلال الفترة الماضية من دمار كبير بالبنى التحتية للزراعة، وأيضا الضرر الكبير اللي أصاب النازحين بعد نزوحهم، بيوتهم، ممتلكاتهم، مزارعهم، كل ما يمتلكونه في المحافظة. وبعد العودة وشون مرة أخرى بدأوا يعيدون حياتهم الاعتيادية. احنا تكلمنا عن المنطقة المحصورة ما بين حوض نهر دجلة وبحيرة الثرثار، شلون نعيد على مسافة على امتداد كل الأقضية من الدجيل إلى حد الشرقاط، شلون نقدر نعيد البنى التحتية بهاي المناطق تؤمن ومرة ثانية يعاد زراعتها بشكل صحيح، نأمن حصة مائية، المشاريع المستقبلية، الثروة الحيوانية بهاي المناطق اللي أصابها ضرر كبير، المكننة الحديثة واستخدام التكنولوجيا، الضرر الكبير اللي أصاب المرشات المحورية للفلاحين في هذه المناطق. فالكلام كان كثير جدا، لكن هم جادين ومقررين انه يتعاونون مع المحافظة في العمل على تقليل ضرر التغيرات المناخية ايضا وإعادة النازحين في هذه المناطق وتنفيذ مشاريع تخدم المحافظة. استاذ اسماعيل، هناك رؤى لتوسعة المساحات الزراعية في محافظة صلاح الدين؟ هاي الرؤى موجودة قديما، لكن احنا ما نتكلم بكل صراحة، الانتاج في هذا العام هو أقل من العام الماضي بسبب قلة الدعم أولا، وبسبب يعني قلة المياه الجوفية أو جفاف بعض الآبار في بعض المناطق. احنا اليوم نتكلم عن سد مكحول والقناة التي سوف تخرج من هذا السد باتجاه منطقة الجزيرة أو وادي الثرثار، نتكلم عن مشروع غرب سامراء الأروائي واللي راح يعني يستثمر بحدود 25,000 دونم، ونشتغل حقيقة مع الأخوة النواب بكل جدية حتى نكمل هاي الإجراءات ويصير أكو تنفيذ هاي المشروعين المهمتين في محافظة صلاح الدين، اللي من شأنها أنه تعيد الحياة كل هاي المناطق اللي ذكرناها. هذه رؤية وأيضا وضع خطط ودنا نشرع بتنفيذها إن شاء الله.
So thank you very much. My name is Ali Raza Qureshi. I'm the country director for World Food Program in Iraq. اسمي علي رضا القرشي ممثل ومدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في العراق. I came here to Saladin to see the projects that we have been working on in Saladin Governorate and also started my tour with the meeting with the governor. أتيت اليوم لزيارة لصلاح الدين على مود أشوف أرى بعض المشاريع اللي نفذت من قبل برنامج الأغذية العالمي، وإضافة إلى ذلك مقابلة المحافظ للنقاش حول مواضيع مهمة في صلاح الدين. صلاح الدين is a governorate that was affected by the conflict, by the Daesh conflict, and it saw a lot of displacement of people from here. A lot of people have returned back, and our activities are in support of the work of the governorate, of governor's office, so that people can come back to have a resettlement, live proper life. محافظة صلاح الدين تعتبر من المحافظات اللي تأثرت كثيرا بداعش خلال فترة داعش والعمليات العسكرية، فنحن هنا لمناقشة مع سيادة المحافظ لمعرفة الحلول والسبل اللي راح يستعملوها لمساعدة العائدين وكذلك النازحين الموجودين في لم يعودوا إلى مناطقهم لحد الآن. And while there are still challenges in terms of the work that needs to be done to help people resettle, there is another reality, which is the climate change, which is also affecting this governorate. And we had a good discussion with His Excellency the Governor on how we can collaborate and work together to help the farmers deal with the dual challenges of trying to rehabilitate their lands, which were affected by the and the infrastructure that was affected by Daesh. But now also with the climate change, the challenge is bigger. So how do we work together as the United Nations agencies and as the local government so that we can help the people? بالإضافة إلى التحديات اللي واجهوها خلال داعش والنازحين والعائدين، الآن أيضا نتناقش مع سيادة المحافظ على أكو تحدي ثاني اللي هو التغيير المناخي اللي تواجهه محافظة صلاح الدين، فنتناقش على السبل والحلول اللي ممكن تساعد في استخدام التأثيرات المناخية والحلول اللي ممكن تساعدنا بها. And I'm very encouraged to hear the plans of the governor and his team. And I think the important thing is now how do we work together in implementation of those plans? And also these plans require funding both from the federal government and from other sources. احنا هسه بدنا نتعاون على مود نشوف خطتهم ونشوف الامكانيه بالعمل مع بعض وكذلك بمشاركه مختلف الامم المتحده والمنظمات الثانيه حتى نشوف الامكانيه تعاوننا وزياده التعاون معهم. So I hope that together we can have a better future for the people of Saladin and we can work together towards that. فنتمنى انه راح يكون مستقبل افضل لمواطنين في صلاح الدين ونقدر نشتغل مع بعض امتدادا في المستقبل. Thank you very much. شكرا جزيلا.